رح نروح لمحطتنا التالية وهي محطة الصحة النفسية اللي دائما من خلالها بنحاول هيك نفضفض شوي نحكي أكثر بصوت عالي، ولكن هذا الصوت بيكون فيه معلومة. اليوم رح نحكي عن القلق. يعتبر القلق من الاضطرابات السلوكية الشائعة جدا والموجودة بكثرة، ولكن في كثير ناس ما بتعرف انه هي ممكن مصابة بهذا الاضطراب وبتهمل نفسها لحتى توصل لمرحلة تتفاقم فيها، وممكن هالاضطراب يعمل تداخلات مع اضطرابات أخرى ويصبح علاجه بحاجة يمكن لعلاج دوائي وأيضا علاج أخصائي. وهي الحالات موجودة كتير بين حياتنا، ويمكن هيدي للأسف الناس لهلأ بتخجل انه هي تحكي بهالموضوع. اكيد سلمى، يعني مثل ما حكيتي القلق هو حاله نفسيه بتصيب الانسان نتيجه عده عوامل، ربما جسديه سلوكيه وادراكيه، وشعور الانسان بحاله من عدم الراحه النفسيه وسيطره الخوف والتوتر والتردد على حياته. ممكن يكون القلق طبيعي او ممكن يكون حاله مرضيه، وهون لازم ننتبه للموضوع لانه ممكن يكون في خطر. واليوم راحه البال صارت صعبه من فينا ما عنده قلق باي شيء بالحياه وبحاجه لأنه يتخلص من هذا الشعور ليكمل حياته بشكل طبيعي. رح نحكي اليوم بأولى فقراتنا عن القلق، عن أنواعه وطرق علاجه، كل هي الأمور مع الدكتور راغد هارون وهو اختصاصي في الطب النفسي. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. يعني دكتور خلينا بالبداية نعرف شو يعني القلق كمفهوم علمي، وأيضا الفرق بين القلق والتوتر الطبيعي اللي هو ممكن ينشأ من حالة معينة، نعم، من ظرف معين، من وجيز عابر تماما. نعم. وهل فعلا التوتر والقلق مرتبطين ببعض؟ أكيد. يسعد صباحكم وصباح مشاهدينا. إن شاء الله السنة سنة خير لبلدنا ولكل الدنيا، يا رب يعم السلام اللي نتمناه كلياتنا، اللي بنتمناه أكيد كلياتنا. طبعا رجعنا نتحدث عن الأمور الشائعة مثل القلق والاكتئاب لأنه هي حقيقة جزء من حياتنا. لاحظنا بأمور بحلقات سابقة، يعني كنا نتحدث عن اضطراب معين مثلا اضطراب عرات أو اضطراب، هي اضطرابات نادرة وقليلة وغير معروفة كثير عند الناس، ولكن من الضروري يعني شرحها وتوضيحها لهم. فما في مانع ابدا نرجع نحكي عن القلق، وخاصه بانه يعني الحياه عم تخلينا يزيد قلقنا بصراحه، او انه نتوتر زياده يعني. وهذا الشيء اللي انا دائما بعتبره انه فشل بالانسان. الانسان اذا ما جعل كل الدنيا عايشه بسلام فهو فاشل، وعم تمر الايام عليه بفشل من مثل ما قلنا من ايام الحرب العالميه الثانيه الى الان. لا قدرنا نحقق سلام لكل الدنيا ولكل الناس ونضبط اي معتدي، وبالعكس زاد التطور بالاسلحه الفتاكه والقاتله للناس. القلق هو من اكثر الاضطرابات النفسيه شيوعا عند الانسان بكل العالم. 18% من سكان الولايات المتحده الامريكيه عندهم قلق. 14% من سكان اوروبا عندهم قلق. لاحظي الارقام، عم نحكي ب مئات الملايين. صحيح. او عشرات الملايين، وهذا مشكله حقيقيه لانه القلق هو مرض او اضطراب حقيقه مكرب للانسان ومقعد، بمعنى بيزيل التركيز والعطاء والاداء عنده، لا بل يعدي القلق، يعدي من حوله، بيخلي الكل حتى الأم القلقة بتربي بطريقة قلقة وتنتج ابن قلقة وابن قلق، وبالتالي لأنه هو سلوك تربوي بالنهاية، بالإضافة إلى مشكلة جينية وراثية موجودة عند هذا الشخص. فالقلق من أكثر الشكايات، أكثرها مراجعة للعيادات، من أسهلها علاجاً وحقيقة من أسهلها علاجاً، ولكن بس يراجع المريض أو فعلاً يعرف. وتفضلتي سلمى بالقول أنه يعني نحن أحياناً بنعرف ولكن ما منراجع، منخاف، منخاف نواجه، منخاف نواجه المشكلة، وبيضل المريض. ومنلاحظ بكثير من الحالات أنه صلوا عم يعاني من حالة القلق أو صلوا عم تعاني، أنا باعتبار أنه النساء يعني أحياناً ضعف الرجال
إصابتهم بالقلق سنة وسنتين وثلاثة راحوا من حياتها مقضيتهم قلق في حين أنه كانت بأسبوع أو أسبوعين بتتعالج وبتعيش حياة هنيئة وبتعطي أكثر، تعطي أفضل، تعطي أمثل لأولادها ولوظيفتها ومجتمعها وكل مين بيعيش حولها. فالقلق مثل ما قلنا من أسبابه المشكلة الجينية، يعني ليس كل إنسان معرض للإصابة بالقلق، ولكن كل إنسان معرض للخوف أو للتوتر الوجيز العابر اللي بمر فيه تجاه تخيل أوهام، بس تجاه ظرف معين ليس بالضرورة تخيل أوهام، هو حقيقة، ولكن عم أحياناً ممكن يعني بشغلات صحيح معينة، ولكن عم يرد بطريقة بطريقة خوف أو بطريقة توتر، وهون الفرق بيناتهم. يعني القلق هي حالة مزمنة ومديدة بيعيش فيها الإنسان، دائما بدنا فترة يعني تمتد عدة أشهر لحتى نشخص قلق، بينما الأكيوت ستريس رياكشن أو تفاعل الكرب الحاد، تفاعل الكرب الحاد يعني بيكون نتيجة خوف لحظي من موقف معين أو ظرف معين مر في هالشخص أو أي إنسان. يعني مثل ما ذكرت حضرتك أنه هو مع الظروف الصعبة، مع الضغوطات يلي عم نعيشها اليوم، صار القلق عادة يومية. خلينا نفرق بين الأعراض عن القلق الطبيعي أو القلق المبالغ فيه ممكن تظهر عند الشخص. صحيح، يعني أكيد القلق ما هو بدرجة واحدة، القلق بدرجات مختلفة، يعني هناك درجات ممكن يتقبلها الإنسان ويعمل شيء اسمه معاوضة. المعاوضة هي أنه يقدر يتحمل هالأعراض اللي موجودة من مشاعر، أعراض نفسية، من خوف، تجنب وإلى آخره، وأعراض جسدية من رجفة، خفقان، تعرق، توسع حدقة وغيرها من الأعراض الجسدية الموجودة كأعراض للقلق. اختلاف الدرجات بيخلي صاحب القلق الخفيف يتحمله ويستمر بعمله بصراحة، ولكن ليس بنفس الأداء فيما إذا كان ما عم يعاني من القلق. أما إذا اشتدت الأعراض فرح يوصل المريض إلى حالة الأفويدنت، التجنب، رح يتجنب أي شيء، وخاصة إذا كان جنرال الأنكزايتي، القلق معمم، يعني أنا بقلق من كل شيء، بقلق إذا طلعت على الطريق، بقلق إذا شفت حدا، سوشال فوبيا، رهاب اجتماعي، بقلق إذا بدي اشتري شيء، برتبك إذا بدي اتفاصل على حول أي موضوع، إذا عندي امتحان في عندي قلق قبل الامتحان بثلاث وأربعة أشهر، يعني لسه في زمن طويل لحتى يستعيد أي تقصير، أو أصلاً ما في تقصير، ولكن هي كلها مفاهيم مغلوطة عند الشخص لأنه في عنده خلل بالنور إبينفرين والسيروتونين من مناطق إنتاجهم بالجملة العصبية، مثل اللوزة، مثل حصان البحر طبعا، وهدول مناطق بالدماغ عشان ما نفكرون يعني عم نحكي على البحر او على اي شغله، يعني باعتبار البحر بيزيل القلق يعني اذا رحنا له. ف من هالاماكن بيصدر القلق، ومن هالاماكن بيتحدد شده اصابه القلق عضويا، وبناء عليه يعني بيكون الفارق ما بين القلق الخفيف والقلق الشديد وحالات الخوف الوجيزة والعابرة يلي بتظهر بشكل مفاجئ وأيضا بتزول بشكل مفاجئ، أو قد تستمر إذا عنده استعداد إلى حالة قلق، لأنه القلق أحيانا بيكون سببه شرارة أطلقناها عند شخص مستعد للإصابة بالقلق من خلال موقف مر فيه، وبالتالي يعني بتبلش القصة كلها. وهون بدي أسألك دكتور، يعني حضرتك قلت أنه نحن أحياناً كتير
كثير هي الحالات او الاضطرابات بتظهر تكشف عن نفسها باحد المواقف وممكن تختفي، لهيك في كثير ناس ما بتروح الاطباء لانه هي بتتعايش مع الحاله تبعيتها. نعم. وهذا الشيء ممكن يؤدي الى تفاقم. نعم. يعني بتوصل ممكن يصير مع القلق ممكن يتطور لاكتئاب، الاكتئاب ممكن يتطور لشيء اخطر من هيك. substances abuse، استخدام مواد. انه الانسان بيطور يعني بيطور حتى ادراكه لسلوكه. صحيح. وبيقولوا انه اخطر انواع الامراض هي الامراض النفسيه لانه الانسان بلحظه بيقدر يسيطر وبلحظه بيفقد الكنترول على نفسه وعلى مشاعره. صحيح. وعلى مشاعره. نعم. لهيك شو الخط الفاصل واللي هو بيلاحظه المحيط ما بيلاحظه الشخص، ما بين انه حالته طبيعيه هو عم يتاقلم معه عم يقدر يعالج نفسه. صحيح. ما بيقولوا لسه فيه قادر يعمل كنترول. صحيح. وفي حاله لا. صحيح. انا لازم اتوجه لشيء. ما في شك في كثير، وباعتبار انه قلنا هو اضطراب شائع، ما في شك بانه هالاضطراب موجود. يعني ب إذا قلنا بأمريكا 18% فما بالك بباقي البلدان؟ إحنا عنا يمكن 100%. لا يعني إنه ليس بالضرورة عنا، يعني عنا وعند غيرنا موجود بنسب عالية حقيقة، ولكن اللي بيحدده السايكو إديوكيشن، الثقافة النفسية للشعب أو للمجتمع، للمجتمع لهذا الاضطراب. لما بتكون الثقافة النفسية عالية فعلا بيقدر يكتشف نفسه هذا الشخص بانه عنده مشكله ولازم يروح لعند الطبيب، وبالتالي بيعالجه وبتنخفض النسبه. هلا لما بيكون عم يعاوض او بيكون عم يعاني من اعراض قلق وعم يعاوض او عم تعاوض هالام وعم تتحمل، لنعطي مثال مثلا ممكن يمر علينا بالعياده او ممكن يمر علينا بأي مكان نفحص فيه، مثلا سيدة كل يوم بتخاف على أولادها وهن طالعين من المدرسة إنه ما تضربون سيارة وما بترتاح ليرجعوا على البيت. كثير لاحظي قديش الفترة طويلة، من الصبح لحتى يرجعوا 4-5 ساعات، وأحيانا تضطر تروح على المدرسة وأحيانا تضطر تتصل مع حدا تعرفه بالمدرسة. هذا خوف لا مبرر له، لأنه يعني وسائل الأمان خاصة للأطفال مأمنة بشكل كتير كبير، ومن النادر أنه يصير هالشيء. هلأ لما بده يصير مشكلة بتصير، ما في يعني هناك أحداث بالحياة ستحدث شيئنا أم أبينا، ولكن هذا لا يعني أنه نضل نفكر بالأحداث. خلاص نحن بدنا نعيش وكأنه الأمور أو أنه الأمور ماشية بشكل سليم، لما بيوقع الحدث نتعامل معه بشكل تفصيلي كما وقع. فهون الأم ضلت متألمة، وهذا هون الفاصل، ضلت متألمة وبتضل تفكر وأثر على عملها بالبيت وفي تقصير وصار في مشاكل مع الزوج، إلى أن بطلت الأولاد من المدرسة. لقيت هذا هو الحل، أنه خلص مشان أنا بطل بالاتفاق مع الزوج، وعم نتعامل مع اشخاص على مستوى وعي عالي من الثقافه. صحيح. يعني مصيبه اذا انا هدول الاشخاص جامعيين عم يتعاملوا بهالشكل، بس من شان ترفض تروح لعند طبيب الامراض النفسيه عم تتعامل بهالشكل هذا انه تركت الاولاد. فلما قررت وتعالجت لاحظت قديش الموضوع بسيط وسهل، وقديش كانت مخطئة، وقديش روحت من عمرها ومن أيامها وأحدثت مشاكل بحياتها كانت بغنى عنها، بمعنى ما كانت عايشة صحة نفسية. هذا احنا دائما إذا كان في عنا مفهوم سليم عن الصحة النفسية بنعرف، إذا كان عنا هذا المفهوم مخزوم بدماغنا بنعرف تماما شو صاير معنا، سواء اكتئبنا أو صار في قلق أو صار في بانيك هلع أو صار في أي اضطراب. وهون خلينا نسارع لعند الطبيب من أجل أنه يساعدنا وبالتالي ما يأثر على حياتنا، لأنه نحن رح نأثر على الآخرين. لاحظي كنا رح مثلا يطلعوا الأولاد من المدرسة من أجل أمهم، هلأ هون حالة نجحت. أنت بتعرفي عدد الحالات اللي ما نجحوا؟ لا يوجد. صحيح. إحصاء، ولكن
أنا بعرف أنه في كثير من الأهالي خوفاً من تحرش الصبيان بالبنات ببطلون من المدرسة. صحيح. ببطلون من المدرسة مع العلم أنه البنت أن تتعلم أهم من الصبي بصراحة، لأنه أكيد. هي اللي بتبني المجتمع، هي الأم، هي اللي بدها تقدر أو بدها تكون، لازم تكون قادرة على العطاء بشكل سليم لحتى تنتج أجيال سليمة، وإلا بتنتج أجيال مخربة وغير سليمة، لا نفسيا لا، بل تمتلك أفكار سيئة جدا وغير مجتمعية على الإطلاق بصراحة. تمام. طيب دكتور، هيك بالنهاية تعطينا هيك تخبرنا شوي عن عادات يومية، عن نصائح هيك مشان نتجنب القلق والتوتر، نحسن من مزاجنا. أكيد. يعني هو لا شك الضغوط محيطة فينا من كل الجوانب من أجل أنه تبعث فينا القلق. الإنسان لا يعتقد أنه إجى على الحياة لحتى يعيش سعيد، الحياة معاناة، ولكن تفهم هي النقطة مهم جدا لحتى فعلا نكون سعيد. طالما أنا تفهمت بأنه أنا هناك معاناة كثيرة بدي عاني فيها لوصل لمرحلة عالية من علمي، من علاقاتي، من هاي، فأنا جاهز لهالمرحلة، وبالتالي سأشعر بالسعادة بالامتحانات وبالدراسة وبالسهر وبكل شيء كان من المفترض أنه يعذبني إذا ما كنت متفهم للحياة. فلذلك الحياة مليئة بالمكربات، خلينا نتفهمها على هذا الأساس، ولما ما نقدر نتفهمها رجاء نتواصل مع السايكولوجيست، الباحثين الاجتماعيين اللي بيساعدونا كثير احيانا بالعلاج المعرفي السلوكي او السلوكي او غيره من تقنيات علاجهم الرائعه، او للطبيب اللي ممكن ايضا يكون علاجه دوائي، وهذا ما هو غلط ابدا. صحيح. لانه برجع وبكرر انه الادويه النفسيه هي ادويه من اسلم انواع الادويه المباعه في الصيدليات في العالم، وعنا وأرخصها بصراحة، ولكن بضل النظرة إلى على أنها مخدرات. وللأسف أحيانا تسمعي هالكلمة من أشخاص يعني ذوي مكانة أو يعني شيء مخجل أنه بيقلك مخدرات، وهي أدوية، مجموعة أدوية لعلاج مرض معين، بس من الصعب أنه تقعد تشرح له ساعتين ونص عن المرض اللي انا عم عالجه عند المريض. صح، ارتبطت الصوره النمطيه فيها بشكل خاطئ للاسف، وما قدرت تصحح لفتره طويله. ان شاء الله بنحاول نصلح هالمفهوم بدنا نضل عم نشتغل من خلال هالثقافه والتوعيه. كل اللي صار عندهم ثقافه نفسيه مرقوا بمرحله صعبه حقيقه، ومرحله جهل ومرحله انكار للامراض النفسيه، ونحن ممكن نمر بهي المرحلة إلى أن فعلا. صحيح. والتطور واضح بعياداتنا من خلال مراجعينا يلي فعلا عم يلاحظوا ما عندهم أي مشكلة، وصار أهم الإنسان أنه يعيش سلامة نفسية. صحيح. أكثر من السلامة الجسدية، لأنه هي محصلتها. أكيد. بدنا نشكرك كثير دكتور راغد هارون، شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لكم. شكرا لك. وإن شاء الله الجميع بيعيش سلامة نفسية بعيدا عن القلق وعن المكربات. شكرا لك، ولصباحك الرايق مثل العادة. شكرا، الله يسلمك.